بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي طلاب الصف الثاني المتوسط، اهلا بكم في درس جديد وجرامر، وهنتكلم ازاي تعمل ريكوست يا شباب. لما نيجي نعمل ريكوست يعني طلب من واحد، ابدا باحد هذه الكلمات: كان، استطيع، كود او يستطيع، ويل، سوف او ود، ترغب. كان او كود او ويل يو هيلب مي، سوف تساعدني، باي واحده من دول تقدر تطلب هذا الطلب ويكون طلب بره عن مقدم. لو انت موافق اجرين هتقول شور، تاكيد، سيرتلي، بالطبع، اوف كورس، طبعا، نو بروبلم، لا مشكله. لو انت رافض هتقول سوري اي كانت، لا استطيع، نوت ناو، ليس الان، اي ام بيزي، انا مشغول. لما انت عاوز تعمل عرض، تعرض على واحد تعمل له شيء يا شباب، استخدم اما تقول ايل او اي، هي اي ويل يعني اختصار ايل، او ليت مي، دعني، ايل كاري ذس فور يو، سوف احمل هذه لك، ليت مي كاري ذات فور يو، دعني احمل هذه. لو انت هتوافق اكسبتنج تقول ثانك يو، يو ار فيري كايند، انت طيب. Refusing هتقول that's alright، هذا بأس، don't worry، لا تقلق. الفعل want يا شباب ممكن يجي بعديه object noun أو pronoun infinitive، يعني يجيب بعديه اسم أو أجيب ضمير مفعول. يعني what do you want Omar to do، عاوز إيه من عمر يعمل؟ I want him، طبعا هنا ضمير مفعول من عمر، to take out the garbage، ياخد الزبالة. نفس الموضوع في ask ونفس الموضوع في tell. I ask أمينة to bring، أنا أطلب من أمينة تحضر some snack. Tell her، أخبرها not to be late، بأن لا تكون متأخرة. هنا يا شباب لك write request for situation، زي بقول لك this bag is really heavy، اعمل طلب. يعني ممكن هتستخدم بقى can أو could أو will أو would. I can't carry it. Can you help me with this bag؟ ممكن تساعدني بهذه الشنطة. We want to take photo، ممكن آخد صورة. We don't have a camera، ما عندناش كاميرا. يبقى نقول يا شباب could we borrow your camera؟ ممكن أستعير الكاميرا بتاعتك. I am thirsty. I want something to drink. أنا عطشان، عاوز أشرب حاجة. هتقول له إيه؟ Will you get me something to drink؟ هتحضر لي شاي أشربه. We want to play. عاوزين نلعب. But we don't have a ball. ما عندناش كورة. يبقى هتقول له إيه؟ طب هتطلب من واحد يدينا كورة. Would you lend us your ball؟ هل ستعطيني الكورة؟ I need to call a friend. عاوز أتصل بـ I don't have a phone. أنا عاوز أتصل بصديق بس ما عنديش تليفون. Can I borrow your cell phone؟ ممكن أستعير التليفون بتاعك. I don't know which bus goes down. مش عارف أي باص بيروح المدينة. Could you tell me which bus goes down؟ أي باص بيروح المدينة، وسط المدينة. طيب نعمل offer، عرض بقى. هنستخدم I will أو let me. Your mother is trying to get a can from the top shelf. عاوز أجيب علبة كده من إيه؟ من الرف اللي فوق. Let me get the can for you. دعيني أحط لك هذه العلبة. A friend doesn't know how to do a math assignment. مش عارف يحل واجب الرياضيات. يبقى هيقول ايه يا شباب؟ يبقى هيقول I will help you do the math assignment. ان احنا نقوم بواجب الرياضيات. Some people want someone to take their photo. واحد عاوز من شخص ما ان هو يلتقط صورة له. يبقى I will take a photo for you. سوف التقط لك صورة. A friend need to cook a steak. شخص عاوز يطبخ قطعة من اللحم، but doesn't know how، مش عارف ازاي. يبقى let me know how، show you how to cook steak، أو دعني أريك كيف أطبخ اللحم. Someone is carrying a heavy bag، واحد شايل شنطة تقيلة. Let me carry your bag for you، دعني أحمل حقيبتك لك. هنا يا شباب بقول لك describe situation which people are talking making request. Use want to، بيعملوا طلب بس هنستخدم want to. زي بقول لك إيه، this mother wants her son to take out the garbage. طب هنا رنا وصباح بيقول لك بليز لند مي 10 دولار، دعينا استلف 10 دولار. يبقى هيقول ايه؟ صباح وانت رنا وانت صباح تو لند هير 10 دولار. هنا كود يو فيل ان ذا فورم، املى هذا الاستمارة. الريسبشنست موظف الاستقبال بيطلب من سعيد، يبقى ذا ريسبشنست وانت سعيد تو فيل ان ذا فورم، املى الاستمارة. كان اي بور يور سيل فون، ممكن استعير التليفون بتاعك. مستر جينكس واندي، يبقى مستر جينكس وانتس اندي تو لند هيم ذا سيل فون. طيب هنا برضه نفس الوقت will you give me a hand؟ يبقى ريكاردو wants Matt to give him a hand، عاوز يطلب منه. Mother وهي تشيل بيقول لك put away your toys، ضع جانبا العابكم. يبقى يا شباب هنا ظهر لما mother wants her children to put away their toys، يضع العابهم جانبا. Would you pass me the salt؟ ممكن تجيبي لي او تعطيني الملح. كانت اللي هي زوجته wants his wife to pass him the car، تجيب له الملح.
براكتس طبعا بقول لك اكسبت اور ريفيوز، طبعا انك تقبل او ترفض. سوري اي كانت، انا اسف. اوف كورس، بالطبع. شور، اكيد. هنا مثلا نو بروبلم، لا مشكله. نوت ناو، ليتر، ليس الان بعد ذلك. طبعا سيرتلي، بالتاكيد. هنا شاب ليسن تو مسج فروم جيسونز تليفون انسرنج ماشين، طبعا جهاز الربط على التليفون وما تشيتش. شوف بقى جيم واندي وجون وتشارلز، نسمع يا شباب الحوار. 1 جيم: جيسون، this is Jim. I've already bought some refreshments. Will you buy a few snacks and bring them tomorrow? Thanks. 2 Andy: Hi Jason, this is Andy. It's 6 p.m. I'll pick you up tomorrow morning around 8 o'clock. 3. John: Jason, this is John. I can't find my volleyball net. Could you please ask your brother to lend us his? Could you bring it with you tomorrow? 4. Charles: Jason, this is Charles. You have some extra snorkeling gear, right? Please bring another pair of flippers to the beach tomorrow. And would you bring an extra mask too? Mine is broken. طيب يا شباب، جيم بالنسبة لجيم، هو قال لك ايه؟ هو الشخص اللي طلب ان هو يجيب سناكس. اندي، تمام؟ اندي اللي هو طلب، هو الشخص اللي طلب ان هو يصحيه، عاوز من جيسون ان هو يصحيه الساعة 8 a.m. طب جون، طبعا اسك ان هو عاوز يستعير شبكة الفولي بول من اخوه. واخر حاجة تشارلز اللي هو الشخص اللي هو طالب انه يحضر ماسك وفليبرز عشان موضوع السنوركل، لو يحضر ماسك وايه والزعانف عشان الغوص. تعالوا عشان نسمع بقى كده لكود زيت خطاصة. وود، could you، would you، could you give me some rice، would you help me، could you turn off the light، would you pass me the salt. هذه يا شباب، وفي الختام اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم ويحفظكم. سي يو نكست، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.